تأخير هي ريكورد شير سكرين وننطلق. نبلش هاي بأول صورة. طفوا المايكات حبايبي. بكل الأحوال عندي هون أنا زي ما حكينا عندي المايك، المايك حبايبي، المايك حبايبي، انتبهوا المايك. زي ما كنت أحكي بهاي الصورة عندنا هاي الكتلة الكثير كبيرة، مقصوص جزء منها بيمشي بيعادلها، لو بدنا نحسب في عندنا ميزان بالنص بيعادلها الكتلتين الصغار اللي هون، الدائرتين اللي هون تقريبا مقصوص الجزء منهم بيعادلها الدائرة اللي مقصوص جزء منها هون. جميل، لكن بدنا حركة. هي ممكن نلاقي أشياء ثانية غير النمط والتكرار، النمط والتكرار خلص ثابت ما فيه حركة للعين تمشي فيه. تمام، طيب أخلي السؤال، طيب اللي عنده سؤال يسأل، بس سؤال واحد اسأليني أو يبعث على الشات برجع له إلها. تمام، امنع فتح المواقع عشان ما يصير أخطاء. خلص صرت ماشي فيه السؤال، ما في مشكلة. كنت بدي احكي طيب اللي عنده سؤال عادي يبعث بالشات وبجاوب عليه مباشرة، خليها محاضرة تفاعلية احسن من انه فيديو وخلص. نشوف الصورة اللي بعدها هون، نفس الاشي نفس جوابي، هذا بنسميه باترن، نمط، دوروا عليه اذا بدكم بالانترنت. صور النمط الباترن تستخدم اكثر شيء لخلفيات للتليفون، خلفيات ديسكتوب الى اخره، لانه خلص هي شيء مريح للعين مجرد من المعنى والافكار او كنظام. الفن كله ارت كمان بنسميه، فقط اشكال ومكرره. هلا اذا بدنا نعمل حركه بهذا الشكل، حكيت لكم بالفيديو الماضي حاولوا تخلوه مايل، يعني طلعوا هاي النسخة الأولى. النسخة الثانية ممكن أعمل زي هيك، لما تعمل الخطوط تتحرك باتجاه معين، ما بعرف إذا وصلتكم الفكرة 100% أو لا، لكن هيك بصير في حركة بالمشهد بدل الخطوط اللي هي فقط بشكل أفقي بتحسها ثابتة جامدة. أوكي، فهاي حاولوا تعملوها تعطي حركة للصورة أكثر. نشوف اللي بعدها، هاي غريبة مبين انها بلكونة بس ماشي. هون في عنا اشكال مثلثات، تطلعوا هاي واحد هاي اثنين، في عنا مثلث هون كمان بس الصورة كلها فاضية من هون، متوازنة ممكن نحكي عنها متوازنة لانه اللون الابيض هذا اللي فاضي اللي هون يعتبر مستطيل مع هذا المثلث الصغير. في شكل غير منتظم هون، بسيط. أنا أتوقع يعني هاي يا ريت تجاوبوني عليها بالشات، إنه أهلكم لما شافوا الصور هاي يمكن فكروها هبل صح؟ مش فاهمين أنتوا على إيش عم بتدوروا، لسه مش وصلت لهم أنتوا كيف شايفينها الصورة صح؟ بدي أشوف، اكتبوا لي إيش كانوا يحكوا، هات أشوف صح؟ يعني أنتوا فاهمين إحنا إيش عم نشرح هون، فاهمين إيش المثلث اللي هون، فاهمين المسطح الأبيض اللي هون إلى آخره، بس هم بالنسبة لهم هبل صح؟ مش واضح. بالضبط، لأنه أنا امبارح رحت على أهلي وكنت بس بدي أصور هيك زوايا وبدي أصور أشكال، بصور حركة ماما. إيش الغباء، إيش الهبل هذا اللي أنت بتعمليه؟ نفس يعني أتوقع هلا بلشتوا تفهموا هاي اللوحات اللي بتنباع بالملايين وبنعمل عليها معارض وهي عبارة عن شخبيط، بلشت استوعب شوي ايش اللي عم بيصير، انه فعلا اشي متعب مش اشي سهل بس انه تاخذ صورة زي هيك او ترسم رسمة زي هيك، يعني حتى العناصر بدك توزعها، فما بالك لو كنت اول شخص بيعمل هاي الرسمات وهذا الستايل. هاي هي فكرة ماليفيتش. مين اللي بيبعث على الجروب يا حبيبي؟ ما تبعثوا على الجروب. يمكن أنا شوي متعودة على هذا الإشي. أيام الجامعة كنا بس نشتغل في هاي القصص، لأنه دايما تكوين ومواد نفس الإشي، فتقريبا متعودة على هذا الستايل، يعني شوي بعرف اوكي أمشي فيه. كتصميم ممكن هو اشي صعب، انا بقول لكم صحيح الاشي الاصعب من اللي انتم بتعملوه
صعب علي اني كمان ادرسه، انت فهمت؟ هذا الاشي جدا كمان صعب اني ادرس هذا الموضوع او اني اعلمه لكم. حدا يرد على هدى حبايبي، انا مش عارف ايش المشكلة. اذا حدا بيقدر يبعث لها الخاص، هاي بعثت لها، ايش المشكلة؟ نكمل. يعني اتوقع انتم بلشتوا تشوفوا هذا الشكل كخطوط للنص رايحة، هذا بنسميه توازن إشعاعي راديال، اللي هو الأشياء بتكون منتشرة من النص باتجاه الحواف. جميل. النقطة بالنص، الراديال دائما بتكون نقطته بالنص، يعني خطوط بتؤشر لهاي الجهة. للتأكيد احنا فقط عم نطلع أشكال، ما في معنى، ما في مغزى من الصورة غير إنها فقط أشكال هندسية مريحة للعين. هل الصوت زبط بس بيقطع؟ هاي بتكون مشكلة إنترنت أتوقع يا هدى مثلا. يعني هاي مين اللي صور هاي الصورة؟ معنا هلا على الزوم، يعني هاي لو فرجتوها لأهلك راح يقول لك شو الهبل هذا، صح؟ هاي أتوقع باب خزانة مع فتحات البراغي هون، هاي انفصلت مكتبي بالشغل. صح؟ فرجتيها لحدا من أهلك قلتي له هاي الصورة حلوة أو لا؟ ورجيتهم بس بالآخر بلشوا هيك شوية ياخدوا فكرة عن الأشياء أوكي، اللي أنا بصورها، حلو حلو حلو، ممتاز. ففي لأنه تطور يعني الحمد لله. ممتاز، لأنه لعيونكم أنتم هسه هاي عبارة مش عن صورة أو فصالة خشب، صح؟ يعني أتوقع قادرين إحنا نحكي إنه في هون مربع مع 4 نقاط وخط من النص، صح؟ قادرين تشوفوا هذا الإشي، صح؟ صح. فهاي هي فكرة السوبرماتيزم، إنه أنت بس بتشوف شكل، شكل جميل، خلصنا. هو إشي كثير صعب، مش الكل بفهمه. بس خليني أوسع هاي. لكن تخيلوا الفكرة، سوري، الشكل بس قديه قعدتي انت بتدوري عليه؟ صراحة يعني ضليت طول النهار بالمكتب وأنا بدور على أشكال، لأنه بالبيت بالآخر ما لقيت ولا شكل. صح، الموضوع صعب، الموضوع صعب انكم تبحثوا عن هذا كثير الاشي، صعب. كان اصعب من انكم ترتبوا الاغراض على الطاولة، صح؟ صح. تمام. مثلا اف، شو الزاوية هاي؟ اوكي، كله عم بيأشر في خطوط ارشاد لهون، تمام. في تكستشر، لو نقيت اشي ما في نسيج هون، لانه الخطوط اوكي واضحة بس اللي غالب عليها النسيج اللي هون، نقطة بيضاء او مستطيل ابيض بالنص، تمام. بس هاي ما بندخل فيها شوي بالسوبرماتيزم، لانه مش بس عبارة عن اشكال، في الضوء اللي طالع من هون بتحسه هيك شعاع امل مشهد، بس حلو ان دورت عليها كجهد. ايش هاي؟ حديدة ماسورة، هاي تدفئة تدفئة. بويلر. اوكي اوكي حلو حلو. طيب شوف اللي بعدها، ليش هاي الصورة صغيرة؟ في صور منكم بتطلع صغيرة حبايبي، تطلعوا هاي حجمها كثير صغير وتطلع مبكسلة. يعني قديه حجمها؟ طلعوا، سوري، حجمها 750، يعني نص حجم الصورة الطبيعي مبكسلة. بعرفش كيف رافعينها على الانستغرام، فانتبهوا لهاي الشغلة. هاي مبين انها سماعات، بس لو تيجوا تحسبوها، كل اشي موجود حواليكم هو عبارة عن اشكال هندسية. ليش انا قلت اذا بدكم تدوروا على زوايا حادة واشكال هندسية دوروا جوا البيت، لكن اذا بدكم تدوروا على اشكال غير منتظمة اطلعوا برا البيت، لأن الاشياء العضوية الطبيعية هي معظمها غير منتظم، زي ورقة الشجرة، زي الغصن، تمام. أما أي إشي مصنع هو هندسي ماشي على مسطرة، على آلة، عماكنة، مشان يتصنع بهذا الشكل الهندسي الجميل، مشان يطلع فيه النقاط بشكل متساوي. فهاي كمان حطوها في بالكم، إذا بدكم تدوروا على شكل هندسي صناعي دور عندك في البيت، دور بالأغراض بالأثاث. أما إذا حاب تدور على إشي غير منتظم عضوي اطلع برا، امشي برا، بتلاقي الطبيعة، بتلاقي شكل الغيوم إلى آخره. هاي تمام جميلة. بدي أزبط إضاءتها بس، لأنه في تفاصيل كثير ضايعة، تقريبا زي هيك. أوكي تمام. هاي بنحكي عنها توازن متماثل، هاي النص اليمين نسخة على اليسار، متوازن دائرة، تمام.
صحيحة، بس بدي تبلشوا تنتبهوا انه في منافسة، في صور هاي راديال، في صور اجمل، البحث عنها اصعب. هاي توزيع او توازن اشعاعي راديال، جميل، ثابتة، ممتاز، ما فيها نقاش، يعني ما في شيء احلله اكثر. عشان هيك كان يقول لك الدكتور ابعدوا عن التوازن المتماثل، انه النص اليمين مشابه لليسار، وهي انا بقول لكم كمان ابعدوا عن الراديال، لانه خلص جامد، ما فيه حركة زي الانواع الثانية. طيب يا ليو، انا لقيت هذا الاشي وحاب شكله، ايش ممكن اعمل؟ جرب صوره من الجنب، صوره بمنظور ثاني، بزاوية ثانية، مشان تعطيه حركة. هنشوف، هاي فيها منظور، اشوف هاي ايش، هاي اللي بالسيارة كأنه، ولا لا؟ شبكة حلو، بس انا حزنان شوي انه راح تعانوا لبعدين، لانه راح تصيروا تشوفوا اشياء في الدنيا ما حدا بيشوفها غيركم. يعني هاي انا فاهم انه خط خطين، تمام، رايحة لهناك، تمام، عبارة عن مستطيلات صغيرة، ممكن مشيها، تمام، صحيح، أشكال هندسية، هون عبارة عن تقطير، للتأكيد كيف بدي أحكم بالصورة سوبرماتيزم أو لا؟ خلص بس ببين قدامي عبارة عن شكل هندسي، ما فيه فكرة أو مضمون. فكرة السوبرماتيزم أو التجريد إنك فقط تطلع على شكل، ما في معنى بالصورة، للتأكيد برجع أعيد هاي الفكرة. بعرف إنه الوهلة الأولى لسه صعب، في ناس حاس حاله تايه لحد هسه، بس مع التكرار راح تصيروا تعرفوها أكثر. أنا أخذت مني سنين صراحة اللي استوعبتها. مين عنده لسه ليه؟ طيب مشكلة ممكن انه بس لا اسأليني. ما في مشكلة، بس ممكن انه بس نخلص نشرح اكثر عن الابستراكت، عشان بتوقع انه حيساعدنا كثير بالتصوير، عشان نجرد الاشياء اكثر ما اننا نبحث عن افكار. 100%. طيب الفكرة كالآتي، خلينا نجيب أي صورة من عندكم اللي أنتوا شاركتوا فيها. المشكلة أنتوا كلهم مصورين تجريد، يعني خلينا هلا بحاول ألاقي الصورة وبشرح عنها، تمام. هاي ضايعة تفاصيلها، أنا مش شايف الضوء عميني، خليني بس أخذ تفاصيلها هون زي هيك. انتبهوا لموضوع الهستوغرام حبايبي، لساتكم انتم عم بتصوروا صور عبارة عن أشكال، أوكي، خطوط رايحة جاي، هذا توازن متماثل من النص، حتى مش بالنص جاي بالضبط، ما تطلع خلاص، نوزع العناصر بشكل ثابت، خلص 100%. كمان نفس الاشي، ما فيها حركة لسه الصورة، حاولوا تدوروا على زاوية ثانية، لأنه خلص توازن متماثل، ما فيش شيء أفتش عنه غير إنه الصورتين متطابقات، وخلص عيني بترتاح. مثلا هاي الزاوية مختلف شوي، هذا نمط، أوكي، الظلال لهاي الجهة كلها، خط محور، هذا التجريد، يعني أنا أظن إنها طابة بولينج أو مزهرية، بغض النظر، خلص أنا شايف شكل فقط. أوكي، مجموعة أشكال عم تنتهي لهون، ما عندي تعليق عليها، جميلة. ممكن نحكي إنه هون في كثير فراغ كمان، بس حتى الأسود اللي هون عامل جو. مرات كنت أحكي لكم انتبهوا لموضوع الفراغ، لأنه كمان له وزن، بديش أصعبها. امشوا حسب عينكم، حاولوا تمشوا حسب عينكم، إنه تاخذوها أكثر من زاوية وتشوفوا الأنسب بينها. نشوف هون مثلا، هاي ابستراكت، هاي واضحة جدا، قادرين تعرفوا شو هي؟ طلع بس صحح الهستوغرام، الهستوغرام ضارب هون. وعادة الابستراكت بخلوه ابيض واسود مشان يلغي اللون، يعني مشان ما يعطي معنى، بس هون اللي هي بتضبط خلفيات للتليفون، خلاص لوحة عشوائية فيها اشكال وما إلها معنى، خلاص تضبط خلفية للتليفون، خلفية لللابتوب، خلفية كتاب الى اخره. هذا الفن بنسميه ابستراكت، اوكي، ابستراكت. هلا لحد هسه انت كل شيء عم بتصوروه ابستراكت صراحه. السوبريماتيزم اللي هو الخطوط لحالها، خلص ما في تعقيدات كثير، الاشكال خط مع دائره مع مثلث،
اللي هي زي اللوحات اللي عملتوها أول إشي، وهو إشي جدا جدا صعب، برجع بأكد صراحة شبه مستحيل كمان، بس أنتم ماشيين منيح ما عندي مشكلة. أنا عم بحللها خط مع هون مع أشكال زي هيك، هاي في مثلث هون وهذا عبارة عن مثلث، يعني إذا قادرين تشوفوا المثلثات أنا بالنسبة لي بكون سعيد جدا إذا قادرين تشوفوا إنه في مثلث هون، في مثلث هون، في مثلث هون، وفي تقريبا مثلث هون. إذا قادرين تشوفوهم أنا بالنسبة لي ها نجحت بهذا التحدي، إنه قدرت أوصلكم لهاي المرحلة. هاي التجريد، هاي أبستراكت كمان. الأشكال والخلفية شوي مخربة، يعني بال سوبرماتيزم لا يفضل يكون في إشي أوت أوف فوكس. فعندنا أشكال هون شكل، بس حاسة الصورة بس رايحة لهذا اللي هون عليه فوكس. واحدة من الأشياء اللي بنعتبر فيها ميزان الكتلة البصرية إنه إذا عليه فوكس بيكون هو أثقل، العين بتركز عليه أكثر، فتقريبا وزن الصورة كله هون. لو خليناها لتحت نعملها روتيت بس ممكن، بس لسه بدها إضافة من فوق. هات نجرب نعملها فيرتيكال هيك وأمحي اللي هون. فهمتوا ايش عم بقصد؟ لانه كانت فاضي كثير من الجهه اللي هون، هاي قبل وهي بعد، طبعا اشي شبه مستحيل انكم تلاقوا اشي بهاي الزاويه المعينه. نشوف اللي بعدها اشكال. اوكي مع الظلال، انا صراحه خايف عليكم كثير من المستقبل اللي راح توقعوا فيه، لانه الناس راح تعتبر هاي الصوره هبل، بس احنا الوحيدين هلا اللي موجودين بالزوم قادرين نفهم ايش الاشكال، ايش المصور حاول يعمل. حبايب ابعثوا لي على الشات اذا في اشي، انا مش على الانستغرام مش قادر الحق. طابت ولنقولة مزهرية حلو، اذا بدكم افتحوا المايك ما عندي مشكلة. الناس بحكوا لي بلشوا يحبوا هاي الاشياء. خلي الشات هون على الجنب عشان اشوفه. ننتقل للصورة اللي بعدها. وين الشات؟ خلي وراك. يلا شوف مثلا هاي شكل هندسي، هاي كمان بس اشكال هندسية، بس للتأكيد هاي عبارة عن نمط. خلص ما فيه حركة، خلص بس عبارة عن شكل، ما مش عم بمشي باتجاه معين. لو ميلناها، لو اخذناها من زاوية ثانية أحسن. ونيو مسج، هات نشوف محتوى جميل. إيش أي قصدك عن إيش الصور؟ نشوف اللي بعدها مثلا. شكرا، هاي مايلة، هاي مايلة، ها بتخلي العين هيك تطلع مكان وتمشي لتحت، فهاي جميل، الخطوط عم تمشي لتحت. على فكرة أنا بقول لك هسه وهذا الفيديو تحضره للناس الطبيعيين، كيف ردة فعلكم لما شفتوا لوحات ماليفيتش ولا شيء، وكنا نحكي انا والدكتور ومبسوطين وساحبين ومنحلل، فكرتوها بل يمكن او مش فاهمين منه اشي، نفس الاشي هل الناس بتحكي عنكم؟ جميل. اللي الفكرة مش بالصور، كيف بدك تشرحها للناس؟ ما راح إنه تقدر، أنت تصورت هاي الصورة، طب ليش صورت هاي الصورة؟ ما راح تقدر انت. اسمع نكون صريحين، اول التحديات لما كنت اشرح لكم عن الكتله البصريه وهذا وزنه ثقيل وهذا شكله لليمين وتحت، كنتوا فاهمين علي 100%؟ لا عادي افتح المايك. بالمجمل نص نص. نص نص صح؟ تتذكر اول اشي عن الصور؟ هلا انت لانه اخذت تصميم، لما كنت احكي انه بالضبط، هاي الصوره على اليمين صراحة تفرق مع الناس اللي اخذوا تصميم. طبعا يعني زي ما كنتوا انتوا ردت. ليش انا بحكي لك هذا الشيء؟ انا كنت هيك قبلكم، انا قبل 6 سنين او 5 سنين ناسي، لما اعطى محاضره الدكتور محمد موسى كنت مع صاحبي هو مصور، وكنا بجمعين الاردنيين للتصوير، ف خلينا اوقف الشير شوي، فكنا انه بنطلع الكل انه واو، انا بضحك والله ما بمزح، فكنت صافن انه وصاروا يزكفوا لما انهى المحاضره، فانا انا صافن انه قلت شو الهبل هذا، يعني شو هبل. بعد 4 سنين لأدركت
انه يا الهي قد ايه كان مهلك انك تعمل توازن لعشر عناصر. انا مشان اصور حبه بسكوت مع كاسه حليب بموت عبين ما الاقي زاويه صح. فكيف قدر يوازن هاي الاشكال كلها برسمه؟ واو. بعدين بلشت استوعب ليش في مصورين على مستوى العالم لما يصوروا هذا الستايل نحكي الابستراكت او السوبريماتيزم ليش بيكسبوا جائزه؟ لانه شبه مستحيل انك تلاقي صوره بزاويه معينه تكون متوازنه الحركه فيها، شيء جدا جدا صعب. فبتلاقيه خلال سنه قدر يطلع صوره. تمام؟ مشان هيك انا بدي اياكم بس تبلشوا تفكروا، مشان لما نوصل يوم الايفنت تشوفوا صوره انه اوف قديه قاعد لطلعها. تمام؟ ما بدي احكي مين هو يعني، خليها ليوم الايفنت يعني. بس في اكثر من مصور اردني اخذ جائزه راح تشوفوهم يوم الايفنت ان شاء الله. ايش السؤال؟ بس ابعثوا لي على الشات، مش ملحق على انستغرام على الشات بنفس أنا الوقت. وقت ما أنت والدكتور شرحت ورحت لفيت على كل العيلة بقول لهم صدقوا عشان هذا المربع انباع بملايين. طبعا قولي والله وين ملايين؟ انت جبتك 58 مليون بنحكي هلا. ليش؟ لانه أنا لهلا مش مستوعبة ليش؟ يعني مربع مثلث ومش عارف شو جد يعني. يعني ليو هسه استنى خليني مستوعب احكي ليش؟ لك. ليو انا بفهم موضوع، انا بفهم موضوع الفن وبفهم انه عن جد انه اشي واو، بس احنا الموضوع اللي عن جد لحد الان مش فهميته، في كثير اعمال فنية بتكون عبارة عن نقطة او خط او خربشة ليش؟ او الموزة او الموزة الملزقة يعني. ماشي، في كثير امور ماشي انا بفهمها، بس هاي الاشياء عن جد كثير بسيطة لدرجة تيك ات سمبل ستيوبد يعني. هيك يعني تيك ات سمبل ستيوبد يعني مثلا ممكن لا انه هسه يعمل بقول لك، خلينا نحكي بس في واحد عن، باع لوحة فاضية اوكي هلا بقول لك ليش. فاضية. خلينا نحكي بس عن المربع الاسود فقط، انا هاي لانه انا عارفها القصه تمام، وانا حسيتها انا فهمتها شوي. لنعتبر بعد هاي التحديات كلها اللي انتم عملتوها مش على مدى 30 يوم، على مدى 5 سنين، اوكي، وكل 6 اشهر بتعملوا معرض والناس بتيجي بتشوف اشكالكم المايله وكذا والى اخره. تمام؟ ان شاء الله اتمنى اني اوصل لكم اياها، بس ركزوا معي. فكل شهرين بتيجوا بتشوفوا الالواح المعجوقه هاي وبتبلشوا تحسبوا هاي الخط الزاويه كذا انه اوف كيف طلعت معاه متوازن. فهو مع الوقت بصير يبسط اكثر واكثر، عم بحاول يبسط من رسماته لحد ما وصل للمربع الاسود والمربع الاحمر، تتذكروها؟ على قد ما هي بسيطه قد ما الناس شافتها حلوة، أوكي، لحد ما ظل يبسط لحد ما وصل إنه أبسط إشي أنا ممكن أعمله كفنان سوبريماتيزم مربع أسود، ما فيش أبسط من هيك. فهون الفكرة إنه بعد 5 سنين وصلوا لقيمة أو جملة اللي هي simplicity is the ultimate satisfaction، إنه البساطة هي أكثر إشي لذيذ للمشاهد الفنان. فإنه بتيجي خلاص فيش تحليل، لوحة سوبرماتيزم مربع متوازنة فوق تحت يمين شمال راديال مع، فهو ظل يبسط. هاي الفكرة، هي رحلة ال5 سنين لحد ما وصل إلها، هذا أولا. وثانيا ردة فعل الناس واسمه إنه قد عم بحضروا وظلوا يتابعوا وصلوا لهاي النقطة. نفس فكرة موضوع الموز اللي عليها لزيقة، هي مش إنه موز عليها لزيقة، لكن الفترة اللي صارت فيها هاي عبرت عن فكرة سياسية ملغومة تقدر بالملايين، انه اف هاي كانوا اظن كانوا يرمزوا إلها لحركه سياسيه او لشخص سياسي، ما بعرفش ايش كانت الفكره. فانه هي بتمثل إشي. تمام؟ بدي اسالكم كلكم، مين منكم مستعد يدفع 10 دولار على اشاره الصح الزرقاء على حسابه على الانستغرام؟ مع انها هي اشاره صح. أنا بدفع. صح؟ لكن هي بتعطيك قيمه اجتماعيه، انه انا والله موثق. نفس الشيء هاي اللوحات ليش بدفعوا عليها تريليونز؟ لأنه لما تكون عنده بالبيت أكثر إشي ممكن ينفخ حاله فيه إنه أنا والله عندي لوحة الموناليزا. تخيل واحد يجي يقول أنا عندي لوحة الموناليزا، هذا فاحش الثراء وبقدر يعك بين الأثرياء أصحابه. إحنا بنعك كبيرنا بآيفون آخر واحد نزل مش له آيفون، صح؟ يعني ممكن نحكي من الهدف من اللوحة ما صفى كبعد شوي عن الجمالية، كصف إنه هو الفنان اللي عملها. طبعا طبعا، لانه انت لو عملتها ما راح لو ما حد راح يشتريها.
بالضبط. يعني لو أنا مثلا رسمت هاي المربع بالتوازن اللي هو عامله أو صورته بالتوازن الصح، بس كأني أنا كشخص مش معروف، ما حدا حيجي يدفع فيها. وأنت سؤال مين؟ سؤال، انت الفكرة بالستوري تبع اللوحة مش باللوحة. القصة واسم يس الشخص، يعني اعطيك مثال على ارض الواقع حبيبي وانتو عشتوه قبل، وخصوصا الصبايا. انت لو بدك تجيب مصور على عرسك، ما بتسمع حدا بيجي بيقول والله انا جبت المغني عاصي الحلاني على عرسي وجبت هذا المصور على عرسي، هو نوع من نوع الفشخرة الشو اوف، مع انه شغله عادي، بس مشان يحكي قدام الناس ويعرض يتفشخر بجيب هاي اللوحة اللي قيمتها كذا، بجيب هذا المصور اللي بيكلف 5000، بجيب هذا الفستان اللي عمله مصمم فرنسي بيكلف 100 ألف مثلا. عرفت وين الفكرة؟ فهي بس قيمة اجتماعية، مش عبارة عن صورة أو بيكسل أو لوحة بألوان فقط. عرفت المبدأ؟ وصلت. طب بدي أسألك هلأ، المربع الأسود يعني أنا اتفرجت عليه كثير، مش حاطه لا بالنص يعني حاطه بزاوية فوق، إيش يعني هيك متوازن؟ ما بعرف ليش، بس هم انه وزعوه انه اليسار هو لفوق. التوب، هو الكينج من لوحاته، هي اعظم لوحة عملها. زي ما احكي لك، اعتبري مين في شيف معروف، جوردن رمزي، بطبخ بدنا نمسك طبخات جدا معقدة والى اخره، وقرر يبسط طبخاته شوي شوي، كل شهرين ينزل طبخة بسيطة، عبين ما الاخر بيجي بيقول لك شو صحن عليه بس رشة ملح، الناس تتذوق، اوش ابدع رمزي. انت فهمت الطابق؟ هاي الفكرة ككل، بس على وقتها كان الفن حقيقي. يعني انت بتحكي اول واحد بلش بموضوع السوبريماتيزم، اما هسه الفن الحديث موضوع فيه شكوك، صار بزنس اكثر من انه فقط لوحات فنية جميلة. طيب بس يا أستاذ، هسه اللي بنطلع الصور اللي بتطلع معنا والله أحلى بكتير من صورهم، شكرا، بس يعني اسمك مش واصل زيهم. يعني أنا بلشت أشوف أشياء بطريقة مختلفة، يعني صارت تطلع معي صور ما كنتش متوقع أروح أخذها، عارف عارف، بس مش لأن انا بقول لكم في صور عندكم والله بتاخذ جوائز عالمية والله. بس لو انه هو بلش فيها، كان احنا لو صورناها بالوقت الحالي، انه قررنا انه يلا احنا ك30 شخص بدنا نصور بس اشكال هندسية، ما حد حيتقبل هذا الموضوع. انت شو بتعمل؟ بس بس انت عندي فكرة فنان. عن الموضوع هذا، يعني احنا ليش ما مثلا نبلش فيها، نعمل كل مثلا كل 3 4 اشهر معرض صغير، بنعمل اويرنس للناس اللي ما حوالينا. انا شو اللي عم بحاول اعمله؟ فمينيمم مينيمم 2 سنتين، احنا كل مينيمم 5 حيطلع لهم عندهم انسان. 100%، شكرا. بس هي وراح الفكرة تبلشوا تبيعوا لوحات، بالاستمرارية يعني. صحيح، وراح تبلشوا تبيعوا لوحات وتبيعوا صور. فهمت المبدأ؟ فبس بدنا نبلش، هاي هي الفكرة، انه نبلش. بصير حبيبي حبايب الوقت عم بضيع، خليني اكمل على السريع بس بعدين نكمل النقاش بعد ما يخلص الزوم. فنكمل هلا. اتوقع انتم فاهمين ليش هاي الصورة حلوة، صح؟ بلشت تفهموا هاي الخطوط، كيف هاي الزاوية مع هاي الخطوط كيف مايل لهاي الجهة، تمام؟ هذا المثلث الأسود اللي هون الفاضي شوي مع السواد اللي فيه، بلشت تقرأ الصور غير عن الناس الطبيعية. هاي أنا بالنسبة لي نجاح، إذا قدرت أوصلكم لهاي الفكرة أنا بكون نجحت. مثلا شكرا، هاي جميلة بس دلغي اللون الأزرق. هاي خطوط عن مستطيل، خطوط نازلة لتحت، هاي فيها حركة الصورة. حاولت شوف اخلي حتى البلر انه يكون شكل دوائر، يعني اتعمدت هاي اوصل الدوائر، هاي هذا الاشي. فهمت عليك، هي شفتم الدوائر، جميل. مجلة مجلة صح؟ اه مظبوط. تمام، مثلا هاي نمط، زي ما حكيت ما فيها تحليل كثير، خلص هاي بس انها تكون متوازنة، الخط من متساوية من فوق من تحت من اليسار واليمين فقط، صحيحة لكن ما فيها حركة. حاولوا تدوروا على شيء فيه حركة أجمل، مثلا هاي التوزيع ضايل 10 دقائق، مستحيل، كيف الوقت بمرق بسرعة؟ كم الساعة؟ كيف؟ ما أظن إنه 40 دقيقة الزوم، في إشي مش طبيعي. طيب أكمل عليها هاي
خطوط، نفس الإشي توازن راديال نسميه هون الإشعاعي، بسيط. هاي غريب. أوكي هيك المثلثات كيف طالع لفوق زي الشمس شكل. بس حاول على الأشياء الشفافة لأنه فيها تعقيدات كثير. هاي كاسة، أنا قاعدة كاسة، بتلغي التركيز على الأشكال الهندسية. مثلا يعني هاي، هاي لو مفصل. أفرجيها لأي حدا، بس على السريع، هاي لو أفرجيها لأحد راح يفكرها هبل، صح ولا لا؟ أتوقع أنتم الوحيدين اللي شايفين الأشكال اللي أنا شايفها. مظبوط، وحتى في الفراغ الأبيض أحسه عامل شغل كثير حلو. هاي هاي بالعكس حلوة، كثير أنا عجبتني حبيتها الصورة. والله. بس رجاء تفرجوها لأهلكم، تقولوا لهم هاي صورة انباعت ب 10,000 دينار، أوكي؟ بس بشوف ردة فعل، راح يفهم هذا الاشي ولا لا. بسيطة وجميلة، حلو. هاي توزيع متوازن متماثل على اليمين وفوق وتحت، جميل ثابت ما فيه حركة. اسألني حبيبي. حلو، هاي اشي مختلف. خطوط تمام، دائرة جميل، بس هون ممكن صار فاضي نقطة لو طلعنا منه خط. حبيبي الصوت بقطع المايك. ليه متماثل قبل الصوت صورة بيقطع. الكاسة؟ لو مالها، ممكن تكون، حسيت إنه ممكن تكون أفضل لو كان أبيض أسود. ابيض واسود. هلا برجع له بشوف. طلع هون الشبكة، حلو، اخذها بزاوية ثانية مشان يعمل فيها حركة. جميل. مثلا مثلا يعني هاي نفس الاشي، فرجوها لاهلكم. انا مش عارف شو هاي، قد ايه قاعد هو بيدور عليها، مين صور هاي الصورة؟ طلع الخطوط كيف جاي هيك، جميلة وبسيطة. طلع الوزن الأسود اللي تحت موازن للي هون، جميلة تمام. هاي صورة امبارح أنا شفتها، هاي أنا شفتها امبارح، ما بعرف لمين. لا لا، مو نفس المبارح. هاي اليوم هذه كانت رايحة لليمين لا، أكثر، نفس الماتيريال بس مو نفس الصورة. هاي النمط جميل، مبين زي حجار على البحر. هذا معمول العيد صح؟ طحين. لا شوش برك، شوش برك، حلو. شوش برك، شبرك شوش برك. شبرك. طلع هاي، اوه جميلة. طلع باي تقول فوتوشوب، جميل. شوف الفاضي اللي هون مع المعقد اللي هون مع النمط اللي هون. وال جميل. يلا عيونكم تعبت وانتم بتدوروا على هاي الاشياء. رهيب رهيب. انتوا شايفين التطور؟ استنى، عشان لانه في حدا من الاهالي بيقول لي يا ليو ليش بتجامل؟ انتوا شايفين التطور اللي عاملينه ولا لا؟ بس سؤال جد مش مزح، شايفين كيف بلشتوا وين وصلتوا؟ يس، في أنا فرق؟ بحياتي ما تخيلت أوصل لهاي المرحلة بصراحة. صح أنا فرق معي بموضوع توازن الصور، أو حرفيا أول كم صورة إلي كنت دائما تبهدلني على صور إنه في نقص بالتوازن. هسه لا، أنا وصلت لمرحلة أنا دائما بجيب صح، 100%، أيوة يعني صرت حتى تفهم لما توازن أجي أعمل الصورة. عليها إيديت، حتى لما أجي أعمل عليها إيديت أنا لازم أتأكد من اللي زيادة، صار مرض. شكرا. هلا لأي حدا فيكم بيصور أكل أو منتجات، يا الله شو راح يريحكم هذا الموضوع كثير، لأنه الأكل والمنتجات عبارة عن ترتيب أشكال هندسية عشان تطلع بصورة متوازنة، خصوصا الأكل والمنتجات. الموضوع جدا صعب صعب، عندك الصحن المدور، العصي المعالق، يعني 30 صورة كل يوم بتغذي عينك، وأنت مش متخيل قد إيه أنا تطورت كمعلم. صورتي ما بينت. ليش؟ أنا هون عندي المشكلة حبايبي. ها بدي أفتح الانستغرام قدامكم وبدي نلاقي حل، لأنه مش معقول كمية الصور اللي ما بتبين. هاي بدي أفرجيكم شو بيصير. ها عندي أنا هي بفتح بس الانستغرام، هاي شوف الزوم راح هي يفصل بعد حتى 5 دقايق، ببعث لينك جديد حبايبي. هاي بس مشان تشيكوا تشوفوا هاي نوتيفيكيشنز، طلعوا ما بتكون انت عامل لي منشن او تاج، بس ما بيكون مبين. هاي انا واحد واحد بروح عليك وصرت على الفاضي. هاي واحد واحد بروح هون وما هيك بيغطي هيني فوق الصورة. فوق وينها؟ لفوق على فوق أحمد هاي هي هيا ليش؟ هاي بروح عليها وبعمل داونلود. سوري حبيبي، هات افتحها. معقول يعني انا ما برجع اشيك عليهم؟ استنى
هاي ما اللي هي شفت حتى الصور، أنا صورتي ما طلعت. هلا بتأكد منها، هلا بشوف، بس خليني أتأكد من الانستغرام حبيبي. طلع الانستغرام عندك فاضي، مفيش معلومات. هاي ظلال، اوكي وأنا هاي وضحت صورتي الصورة، ابعثوا لي اياها لأنه مش عارف ايش المشكلة. هاي يعني بدي استنوا افتحها قدامكم. طيب هاي احمد لقيته، فين ده؟ هلا نوره، هيا مشاير. مين اللي مش طالع صورته؟ بس عفوا ايش الاسم؟ انا حتى بنزل بدون ما انتبه للاسم أنا عشان هدى تعرف. هدى، شرحي انا كمان صورتي يا أستاذ. هدى، هاي صورتك هون، هلأ ببعث لك إياها. هيها الباب، حلو خطوط ودوائر، بلشتوا حلو انكم تعلقوا على بعض على صور بعض، حلو. هيا هاي هي، شايفين انتو الشاشة؟ هاي هالشاشة هون، هاي صح؟ نعم ايش صحيح. فصل هون؟ تمام، هاي توازن متماثل، هاي شفتها توازن متماثل، طلعي نص اليمين مساوي لليسار، جميل مش جميل. انا برجع بعيد واكرر، ما حد راح يشوف هاي الاشياء غيركم. مين كمان؟ هل عرفتوا المشكلة؟ مع انه انا أنا بروح واحد اليوم واحد. كنا معزومين عند أختي، ففتحت الصور وبسألهم احذروا شو في كل صورة، عم بحذرهم كلهم عم هلا بفرجيهم يلا بدنا نفتح الصور هدول. بدي تنتبهوا. افضل مثال يعني انا شفته لليوم اللي هو الصورة اللي قلت لكم فرجوا اهلكم انه هاي انباعت، تمام، ب 10,000 دينار. بس بدي تشوف ردة فعلهم، لأنه أتوقع أنتم فاهمين قد إيه كانت صعبة هاي. أو هاي، استنى، هاي شير اللي بعثت لك على الانستا، هلا بشوف حبيبي. إن كانت هاي اللي هي عبارة عن خطوط أسلاك، هاي كمان كثير حلوة وصعبة، أو خليني أشوف الصورة اللي فعلا أنا بالنسبة لي شفتوها جميلة كمان معي. وين راحت؟ ارجع لتحت لتحت تحت لتحت. تحت صح؟ مش ملاقيها، راحت. لا قبل. هيا ايوه هي هيا هي 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 هيا، تمام، ايوه هاي الصورة. هاي قد ما هي، انت مش عارف شو الشكل، يعني مخك شايف مثلثات واشكال معقدة. انا بالنسبة لهاي الصورة جدا جميلة، جد فرجوها لاهلكم ما راح يفهموا الاشي اللي انتو فيه. كيف هاي حلوة، راح يضحكوا عليكم، راح يخلص الزوم. طيب ببعث لينك جديد او ضايل دقيقتين؟ طيب حبايبي، لا مشان الحق امنتج الفيديو. خلينا نعمل هيك كل يوم، شو رايكم؟ بصير احلى احسن، بصير كل يوم على الساعه 10. نحن موافقين. بس بكره نزلوا ديسكورد احسن من مذله الزوم، بدنا 40 دقيقه او حتى اقل. تمام حبايبي. وبالنسبه للاماكن ارجوكم تبعثوا لي اذا عندكم معارف أماكن، بس لو رقم يلي وهي رقم هذا المركز رن عليه شوف احجز القاعة وهكذا. تمام، فعلى ديسكورد نزلوا التطبيق وراح أبعث لكم ستوري على الانستغرام كيف تستخدموه، تقدروا تشاركوا من التليفون أو من اللابتوب، وأسهل صراحة للتنظيم المحاضرة راح يكون. وبس تمام، تحدي بكرة راح يكون نفس الاشي، تكوين حر، وهو آخر اشي بالمرحلة الخامسة حبايبي. يعطيكم العافية وبشوفكم بكرة إن شاء الله. راح ينهي هلا، راح يعطيك يفصل بي الأيام. العافية، أهلا يعطيك أهلا، العافية. بشوفكم بكرة يا حبايبي، رجاء ما حدا يبعث إشي على الجروب. تمام، ابعثوا على الجروب الثاني، هلا ببعث لكم إياه عند الحاب. أتوقع أنه راح يفصل هسه، بشوفكم بكرة إن شاء الله حبايبي، مع السلامة. يعطيكم العافية، هلا هلا، مع مع السلامة. السلامة.